صلي. مبروك يا علي بيه يا واد عمي، يا زهرة عيلة الغريب. مبروك يا مصطفى يا واد عمي، يا أوسخ واحد في عيلة الغريب. أنا النهاردة أسعد واحد في كل خلق الله، مش بس عشان فرح علي على رغدة، لا، عشان أنتم في فرحين، يعني عريسين وعروستين. الفرح الأولاني كلكم عارفينه وجايين ومتزينين كمان، فرح علي بيه الغريب واد عمي على رغدة بنت أختي، والفرح الثاني فرحي، فرح عساف الغريب على جليل الغريب، ست ستات المحافظة كلها. انت كنت تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ لسه عارف كيفك دلوقتي. دي هتبقى حريقة. احنا لازم نطلع الغفران حالا، ولا هيتحسب علينا اللي بيحصل ده ونبقى طرف. ما نبقاش موجودين وعلي بينطخ، هيتشك فينا، وكمان هتفوت عليا لحظة حلوة، أجمل لحظة. جاي لي اي حاجه اطلبها منك الحاجه تعمليها على طول. كتر خيرك وخيره. طب عندي حاجه عايزه اقولها. قولي. في حد تقريبا قال الحاجه رؤيته رغده انهم في عزا مش في فرح، لو تفهميهم بس يبقى احسن، احسن شكل نعفش قدام الخلق. سعاد، في أخبار عن سليم؟ لسه بدأت أتوتر وخايف عليه. اللي خلينا نصدق كلام الكلب ده؟ ها؟ من بيتك قال ليه كلمة ولا عهد؟ كلمة واحدة مخليني مصدق كلامه. لما قال لي إن هو لو كان عمل كده كان هيقول. أنا عارفه زين. لو أذى سليم هيمشي يهلل ويهيس ويقول أنا عملت وسويت في والد غفران الغريب. حتى لو قتله هيبعت جثته عشان نعرف انه هو. حتى سألت نفسي يمكن حبسته غيرته، بس لما قابلته بعد ما طلع لقيت انه هو ما تغيرش ولا هيتغير، هيفضل طول عمره غبي ودفش بيحسب الحاجة بعد ما يعملها. بص، هو انا اكيد ما عرفوش كيفك، بس اللي انا شفته من ساعة ما طلع انه ولا غبي ولا بيحسب الحاجة بعد ما يعملها، بالعكس تحسب كل حاجة ومركز لك وعارف هو بيعمل ايه وهيعمل ايه وما راهوش غيرك. مش عاوزك يا غفران تقلل من عقله بسبب كرهك ليه، او تكون مستكتر عليه انك تعترف انه مش غبي، ولا تكون مكبر انك تقول لحالك انه حاسبها.
تعرفش ايه اللي بيحصل النهارده؟ ايه اللي بيحصل؟ فرح رغده وعلي ودفنت علي، في حاجه تانية؟ سليم حصل له حاجه؟ ان شاء الله خير، نطمن على سليم. الموضوع ملوش دعوه بسليم، الموضوع له دعوه بجليله. مالها جليله؟ الفرح اللي منصوب دلوك مش بس فرح رغده وعلي. الفرح مين؟ فرح مين؟ فرح عساف وجليله. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.